الحكايه تزوج بفاتحه، سكنت مع السيد في الاهل ديالو في مدينه تاونات عمدة 3 شهور تقريبا 4 شهور. عاودنا ثاني هبطنا لكازا، ملي حملت عاوتاني رجعنا عاوتاني لتاونات، عاوتاني من تاونات رجعنا عاوتاني كازا باش نصايبوا الاوراق ديال البنت. للاسف تنتفاجئ من ما بغاش يصايب البنت اوراق، دارت تصاور فيديوهات تصاور كلشي دفعته للمحكمه. تنتفاجئ بالسيد بانه تينكرني بانه ما عندوش علاقه بيا وما عمرو تزوج بيا وما عمرو هادشي تنقول انا ما كاينش، ولكن الحمد لله كاينه ادله، كاينه تصاور اللي شافها القضاء. دعوه في 2019 للاسف محكمه ابتدائيه رفضت الطلب في 2020 28/10 برفض الطلب. استنفت 24/11 عيطت لي استئناف نهار جوج شهر جوج نهار ثلاثة، بقى غادي الدوسي. بلغنا السيد ما تيحضرش، الاهل ديالو ما تيقول لكم ما كاينش معنا ولدنا. الحمد لله بانني لقيت السكن ديالو، تبلغ شخصيا. بلغتي انت ديتي معك العون؟ ديت معايا عون، تبلغ شخصيا. رغم ذلك ما كانش حضور ديالو، واخا كان التبليغ ديالو وكان كلشي ما كانش حضور ديالو. دخل الدوسي ديالي 5/5 كانت عندي جلسة دخل المداولة 5/5 كان النطق نهار 12/5 الحمد لله بنا الاستئناف نصفاتنا رفضت الحكم الابتدائي. احنا ماشي ضد المحكمة الابتدائية، الحمد لله حتى المحكمة الابتدائية مازال غنرجع ليها، وانا اكيد عندي ثقة كبيرة في القضاء بان حتى المحكمة اللي غنرجع ليها الابتدائية بحول الله ان شاء الله حتى هي غتنصفني. انا ما تنقولش بان ما نصفاتنيش، يمكن مع كورونا الدوسي ترون الله يحسن العوان، وقع شي خطأ كلنا تنغلطوا. الحمد لله المحكمة الاستئنافية صحت هذا الخطأ، رفضت الطلب ورد رجعوا لهم ان شاء الله الدوسي. الغات الحكم ديال الابتدائي. اولا تنشكر السيد اللي شرح لي تي اشتغل في المحكمة الاستئنافية بانه كانت فيها واحد الخلعة، وقال لي ما تخافيش بان المحكمة الاستئنافية ما جاتش ضدك، بالعكس هي يا نصفاتك بدنا حلات لك واحد الباب باش ترجعي الابتدائية، راه فيها شي خطأ. المحكمة ما عمرها جات ضدك، بالعكس عاوناتك. انتي دابا غتقدري ديري طلب وتاخدي نسخة الحكم من السين. لا مازال ما خديتش نسخة الحكم، غتاخدي طلب نسخة ديال الحكم من السيناف وتقدميه الابتدائية، وان شاء الله بحول الله ما غيكون على الخير. وتنشكر الناس ديال محكمة السيناف بزاف، وتشكر استاذ خالد مخلوق بهيئة الضابطه الدفاع ديالي اللي تيكون حتى حاضر ديما، وكاع الدفاع اللي تيكون معايا. وتنشكر حتى المحكمه الابتدائيه، حتى هي انا ماشي ضدها ولو ترفض لي الطلب يمكن تنعاود نقولها كان خطا. انا تندافع على حق بنتي، وانا تنقولها ما باغاتش حاجه قبل ما يكون اثبات النسب، انا تنطالب بخبره جينيه باش كلشي يعرف الحقيقه. تنطالب بلا دي ان، حيت هذاك السيد عارف هذيك البنت بنته، وحتى العائله ديالها عارفه بنته، وصحابه كلشي عارف بنا بنته، ولكن الاذن مساعده باش شي واحد يقدر يشهد، حتى واحد ما باغي يشهد يعاونني. الشاهد اللي كاين هو الله سبحانه وتعالى. عندي ادله الحمد لله، عندي صور اللي هي تصاور ديال انا وباه وبنتي صغيره، اللي ديال انا وبنت اختو في الناموسيه وبنتي ملي كنت ساكنه تمايا. فيديوهات اللي تنشطح انا وبنت عمو واختو في السبوع ودراري صغار في الدوار ديالهم. تصور عاوتاني فيديو باه تيلعب ببنتي وانا تنهضر معاه، ما بيناش في الفيديو، راه كتبات عند مفوض قضائي، ولكن باه على حسب التصريح ديال السيد قال لي مربى اعترف به. يعني داك الشيء كلشي اللي دفعت على المحكمه كان بورقه مفوض قضائي، كان كلشي قانوني، ما كانش شي حاجه زوير. حتى السيد ملي تعرضوا عليه التصاور قال لهم بانه العائله ديالو صرح بها وصرح بيا انا بانني كنت ساكنه تما، علاش نعاود نقول معاهم في الدار وحتى مني جا اخ ديالو شهد صرح بانني انا كنت ساكنه في الدار، غير هو ما مشاوش خطبوني. يعني انا عندي واحد الثقه كبيره في القضاء، مشاو خطبوني، خطبني هو خوه مرت خوه اختو، ولكن مني وصلنا المحكمه ما بقاوش هما خاطبيني، وليت انا غير غاده عندهم وحملت معاه وصافي قدمني الوالدي بعلاقه غير شرعيه على حساب القول ديالو، على حساب القول ديالو هو في المحكمه. وهذا الحقيقه هو راه جاو لدارنا، ويعني راه كما تنعرفوا كاملين راه ما كايناش شي وحده غيهز شي واحد يديها من كازا حتى لتاونات وعندها بنتها عندها 18 يوم يلاه والده باقا نافسه ما دارتش حتى 40 يوم وغيدخلها للدار ديالهم بعلاقه غير شرعيه. يعني هذه راه مستحيل يستاهلوا بها العقل. وانا مشيت عندهم قبل ما نحمل، يعني كان عندي واحد التعارف ديالهم قبل، وانا ملي حملت راه حملت في الدار عندهم،
جيت انا حامله غير بقات يديني وتيردي تيديني ردي مره باش تولفي لي. انا مني ما اتفقتش معاه على السكنه تما باش اساس ناسو حياتنا بوحدنا السيد رفض، ومني رفض ما رفضنيش انا، رفض حدا البنتايا. وتنتمنى من القاضي اللي حكم بالحق الله يسهل عليه دنيا واخره، حيت عرفوا على الانسان انها مظلومه. وتمنى من الله حتى الابتدائيه حتى هي دير نفس الشيء، حيت انا عارف راسي انني مظلومه، وهذا الشيء كلش اللي دير لي في هذا الدوسي علاقه غير شرعيه وعلاقات متعددات، انا راني مظلومه وما باغا حتى حاجه. تنعاود نقولها ان انا باغا ورق شرو، حتى حاجه ما باغا، بغيت النسب ديال بنتي. انا تنعاود نقولها انا ما بغيت لا فلوس لا هذاك السيد لا حتى حاجه، انا كل اللي بغيته اللي نسب بنتي. رغم ذلك من 2019 لدابا صبرت ومازال قادره نصبر، وعندي ثقه كبيره في القضاء، اكيد القضاء غينصفنا ملي غنرجعوا ان شاء الله، باكيد القضاء مستحيل غيدير ثاني رفض الطلب. وتنتمنى من الله ان الابتدائيه تاعي كما السيناف نصفتنا، رجعت لي الدوسي ونصفاتني من واحد الجهه، تنتمنى من الابتدائيه حتى هي دير نفس الشيء، سواء خبره جينيه سواء اثبات نسب، مهمه تضيعنيش وما تضيعش لي بنتي. الاسبوع الجاي غتبدا الاسبوع الجاي بحول الله ان شاء الله غادي نبدا الاجراءات، وتنتمنى ان الاجراءات تكون في صالحنا. وتنشكر قناه شوف تي في بزاف اللي تستاهلني وتتوقف معايا، وتنشكر جميع الشعب المغربي اللي تيعيط واللي تيدعي معايا، والله يسهل عليهم في هذا الواشر والله يعطيهم ما تبغون، وشكرا بزاف لكم.